ازاي نرفع مناعتنا بمكون موجود في محلات اللب كلها، بيتاكل او بيتشرب وبيحسن الجهاز المناعي وكمان مضاد للحساسية. طبعا تحسين الجهاز المناعي عشان نحارب البكتيريا والجراثيم امر مهم جدا، وخصوصا مع انتشار الفيروسات ومتحوراتها من وقت للتاني. ناس كتيرة بتحرص على انها تسمع عن انواع الاغذية اللي بتقوي المناعة علشان تبدأ انها تقوي مناعتها عشان تحارب اي بكتيريا او متحور يجيلها. هتكلم معاكو على احسن مكون هو الخروب. الخروب طبعا حاجة رائعة جدا، هو عبارة عن قرون الخروب، هو مضاد للحساسية وبيحسن الجهاز المناعي وخالي من الجلوتين. في استشاري حساسية ومناعة أكد أن القيمة الغذائية للخروب كبيرة جدا، لأنه مصدر للبروتينات والفيتامينات المهمة، بيعد وجبة صحية ذات مذاق مميز وطعم غني، مصدر جيد لفيتامين ه، بيحتوي على ألياف غذائية غير قابلة للذوبان، مصدر جيد لفيتامين د، مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب زي الريبوفلافين وفيتامين بي 2 والنياسين، بيحتوي كمان على كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.